الوظيفة معكم من الدوام، من حرف جر الدوام اسم مجرور بالكسرة، علامة جره الكسرة على الميم على آخر الميم مثل ما ذكرنا. وأهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين، معكم ضابط عزام قناة الشرطة والأمن. نعم معكم الآن من الواجب. نعم المهم الدرس هو في من ناحية السلامة وليس من قواعد السلامة وليس قواعد اللغة العربية الجميلة. لازم نكون حذرين دائماً في مسألة اليدين. لما تستوقف شخص أو مجموعة دائماً تأكد أن تكون شايف الإيدين من الأمام ومن الخلف. كله خلينا أشوف إيديك، خلي إيديك محل في مكان أشوفه، خلي إيديك أمامك أو ارفع إيديك للأعلى على أساس أنه تكون شايف إذا كان فيها أسلحة. إذا كان مثلاً حاطط إيده بجيبه ما تخليه يحط إيده بجيبه، خليه يطلع إيده شوي شوي لبرا. إذا كانت إيده برا وبدأ يحط إيده بجيبه لا تسمح له، يمكن في أي وقت يطلع سلاح صغير أيا كان حجمه أيا كان عياره، أو يمكن يحاول يخبي شيء كان يعني ممنوع. السيناريوهات كثيرة، لكن الشاهد في الأمر أنه ممكن يكون خطر عليك وعلى اللي حواليك على زملائك، ويعني ممكن يسبب أن هذا الشيء الله لا يسمح أنك ما ترجع لأهلك في آخر النهار أو في آخر الليل. استوقفنا بعض الناس كانوا من المعروفين يعني من هذول المجموعة اللي يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي، وكان معهم هاي الأشياء شايفين. فدائما اتأكد انك دائما الإيدين تكون شايفها، ما تسمح لأي حد انه يكون محطط إيديه ورا. هذه الأشياء، هذه الأسلحة مثل هذه او اقصر او اطول، ممكنها تكون بسهولة مستخبية في داخل البنطلون او في المعطف اذا بيكون لابس، خصوصا يعني في الايام في الاجواء هذه ممكن تكون يعني الدنيا شويه برد، ممكن يخبي اي شيء. او اذا كان بالصيف والدنيا حر، نعرف انه اللي بيكون لابس جاكيت او بيكون لابس شيء يعني اكثر من مبالغ فيه، ممكن يكون في تحته سلاح، ممكن يكون في شيء لازم تنتبه له. دائما انتبه لليدين، لا تسمح لأي شخص إنه يكون يحط إيده في جيبه خلال الكونتاكت، خلال التواصل معه، خلال استيقافك لإله أو لإلهم مهما كان. يعني إن شاء الله كان لابس بدلة أو كان يعني مش مهم مين هو، سلامتك أول شيء وآخر شيء، أهم شيء بالنسبة إلي ولأهلك ولزملائك. فدائما خذ هذا الشيء بعين الاعتبار، الإيدين اللي برا بتضل برا، الإيدين اللي جوا لازم تطلع لبرا شوي شوي. في ناس بقول لك والله طب أنا إذا إيدي يعني إذا إيدي في جيبي ومعي سلاح فيها ممكن أن أسحبه وأرميك فيها، أنت استخدم اللي بتشوفه مناسب لإلك في الوضع اللي أنت فيه. لكن هذه نقطة مهمة، ياريت المدربين وصوا على زملائكم أو على عناصركم أنه يأخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار بعين الجدية. الإيد هي اللي بتقتل، الرجل ما بتقتل، الإيد اللي بتقتل، لأن الإيد اللي ممكن ترمي فيها النار، ممكن فيها تعمل فيها الأشياء يعني يعني الله إن شاء الله ما تشوفوا شر. لكن بشوفكم مع فيديو جديد، هذا الفيديو اللي بس حبيت أذكر لكم إياه على عجالة، إن شاء الله يكون فيه فايدة، وإذا شفتوا أن هاي المادة يعني استفدتوا منها ياريت أعطونا فيها لايك، وزعوها على الجماعة جماعتكم على العناصر، وإن شاء الله يكون فيها الفايدة ويكون فيه علم نافع، والله يسترنا من الوضع اللي إحنا فيه. حبيت بس أشارككم هذه المعلومة البسيطة، وبشوفكم مع فيديو جديد. ابعدوا الأسلحة من تناول الأطفال، معكم ضابط عزام.